وحين خلصنا من طال عمركم سوق السمك. سوق السمك هذا الموجود اليوم صورنا لكم ما شاء الله أسعار بعد زين مناسبة مناسبة للجميع، عسى الله يوفقهم إن شاء الله. تعرفوا الحين أجواء أمطار وكذا ما يقدروا يطلعوا، لابد شوي السمك ترتفع، لكن ما شاء الله الأجواء خير إن شاء الله، متأملين إنه يصوبنا اليوم. اليوم إن شاء الله نصيبنا يا رب العالمين، شوف الخيرات الله توياي هاي السحب الطيبة، بس الله يجعل فيها الخير والبركة إن شاء الله. قولوا آمين. بابا بابا ما في جواب عمي، لا ترى باني راب المال والجمال، ترى هذه الربع عطية ربي الرحمن الرحيم، فصلوا على سيدنا محمد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، خيرات الله. تمر ما شاء الله، وصلنا حمولة جديدة، وإن شاء الله تعالى رايحين نجرب، بس عاد ما رمنا نجيبها، نخاف الأمطار وكذا. الفرض ما شاء الله، الفرض شوف نوعية الفرض ما شاء الله، شيء من القاي، شيء عدل، شيء بياض ويه لخاطره. في التمر الفرض موجود، وتمر الإخلاص موجود، جودة الداخلية عمان يعطيكم العافية. عندنا تبذير شو اللحم، عندنا طال عمركم الدبس العماني جودة رقم واحد، عندنا العسل مناح للتربية جبلي، عندنا الخل الليمون، عندنا العسل السمر، عندنا القهوة العمانية موجودة، يعطيكم العافية شبشب. عندنا الملح البحري الربع، اللي خاطره في الملح البحري ما شاء الله، الملح البحري العماني ما شاء الله موجود، بغيته مطحون موجود، بغيته ريش موجود، لوم اليابس العماني، اللي يبحث عن اللوم اليابس ما شاء الله العماني، الحبة الطيبة الكبيرة موجود، بغيته يواني بعد موجود ما شاء الله. يوجد معنا الابزار العماني، شيء مرتب شيء عدل. يوجد معانا المالح الجيذر، مالح الجيذر موجود يا الربع، وعندي مالح الضلع ما شاء الله تبارك الرحمن. كذلك عندي التمر النفيعة للأغنام موجود يعطيكم العافية، وعندي ملح بحري يواني كبار 30 كيلو موجود، معي السمن العربي لجماعة الخير خاطر، في السمن العربي موجود رقم واحد جودة. كذلك عندي العسل السدر المناح للتربية جبني موجود، عندي الخل الليمون، خل الليمون موجود العماني الربع، عندي العسل السمر الجودة المناحل الجبلي تربية موجود معاي ما شاء الله جودة رقم واحد. آخر قرشة معانا السمر مناحل جودة، حنة العماني يوجد، الحنة العماني ما شاء الله. كذلك عندي الأشار، هذا الأشار بدون سبايتي ما شاء الله، عندي الأشار السبايتي، هذا سبايتي أشار مانجا شغل البيت، شيء عدل شيء رد بياض ويه. كذلك الأشار الشرايح ما شاء الله تبارك الرحمن، شرايح. كذلك الإبسيس أو الكامي المجفف موجود معاي، شوف نظافة السحنة مدقوق ومنقول، شوف رملة واحدة ماشي مدقوق ومنخول ومنظف ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على سيدنا محمد، شو نظافة السحنة، لا تقول لي فيها رمل ولا شيء، هذا مدقوق وليس مطحون. كذلك عندي تبذيرة الشوى اللحم، خاصة للحم السمك الدجاج تمشي، حتى المشاكيك تمشي ما شاء الله، تبذيرة عمانية. كذلك يوجد معايا السدر المطحون، السدر المطحون اللي يبحث عن السدر المطحون موجود. كذلك يوجد معاي العوال ما شاء الله، شوف العوال نظافة العوال جودة ما شاء الله، شيء مرتب شيء عدل. وعندي النوع الثاني من العوال كذلك، هذا الجرجور ما شاء الله، وعندي الشبلي اللي يقول في ناس يقولوا ولد الولد، حد يسمي الشبلي موجود ما شاء الله، شيء نظافة شيء جودة شيء بياض ويه. وعندي كذلك النوع الرابع ما شاء الله، شوف نظافة العوال
شوف نظافة العوال اللي هم ما يجيب لكم غير الجودة وشي بياض وين شي جودة. القهوة العمانية ما شاء الله القهوة العمانية جودة رقم واحد ما شاء الله ما شاء الله. وصل صيد سول عبري يعطيكم العافية ما شاء الله طري حي بحي ما شاء الله ما شاء الله. وصل صيد سول عبري يعطيكم العافية ما شاء الله طري حي بحي. هذا صيد ولاية شناس سور العبري ما شاء الله ما شاء الله. العم سلام عليك كيف الحال ما شاء الله صيد سور العبري ما شاء الله. جماعة الخير تواصل يدي والحين بينادوا عليه ان شاء الله وبنشوف كم يوصل.